مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في سؤال مدينة، السؤال اللي دائما إجابته عندكم. اليوم تحتفل المملكة بيوم التأسيس، اليوم اللي بدأ من 295 سنة، كان بداية لقيام دولة عظمى، كل قرار فيها كان بيسطر لعالم أفضل. اليوم حناخد تهانيكم في سؤال المدينة، خليكم معنا. أول شيء أشكر محمد بن سلمان والملك سلمان على الأشياء اللي سواها، سواقة المرأة وإنه سعودوا أكثر وظائف، فهذا شيء مرة كان حلو، وإن شاء الله من أفضل لأفضل. كل عام الوطن بخير، وحاب أبارك القيادة الكريمة، وإن شاء الله من نجاح لنجاح، من نهضة لنهضة، والله يديم علينا الأمن والأمان. أول شيء أنا مبسوطة بالتطور اللي إحنا عايشينه، ومرة أفتخر بكون إنه بلدي بنعيش في أمن وأمان، وهذا الشيء مرة فخورة فيه الصراحة. وكل عام والوطن بخير. كل سنة والوطن بخير، وأهل الوطن بخير، والمقيمين في الوطن بخير، وكل اللي يعرف السعودية بخير. يوم تأسيس إن شاء الله، ويوم وطني جميل على الجميع يا رب. ونرجع نقول زي ما قال محمد عبده وطلال مداح، الله اللي عزنا ما لحد منه. كل عام وإحنا بخير، كل عام وإحنا في كل مرة في تطور بيصير في بلدنا، والرؤية اللي بتتحقق في بلدنا بتدعمنا وبتطورنا، فكل عام وإحنا في تطور وسلام وخير. طبعاً أنا جداً فخورة بهذا اليوم، وأنه الحمد لله المملكة العربية السعودية لها 295 سنة. الله يديم علينا الأمن والأمان، الله يجعل راية التوحيد دائماً مرفوعة. الحمد لله على نعمة المملكة، والحمد لله على نعمة الوطن. كل عام والمملكة العربية السعودية يا رب بألف خير، وإن شاء الله يا رب نعطي ونقدم قد ما نقدر لهذا الوطن الثمين الغالي. حابة أهني المملكة وأقول إنه كل عام وهي بألف خير، وإن شاء الله نعيد علينا سنين كثير عام إن شاء الله. والله يعجز لساني عن التعبير عن حبي لوطني، وكل عام هو بخير. أول حاجة نقول كل عام والوطن بخير، والله يديم علينا الأمن والأمان، والله يديمنا دائما مبسوطين يا رب. الله يديم الوطن علينا ويحفظه إن شاء الله يا رب، ويكون آمن. ثلاثة قرون من رفعنا الراية، المجتمع بمختلف شرائحه عبر عن حب الوطن في يوم التأسيس. لجريدة المدينة، أيمن خضر، جدة.